النهاردة أيضا مشاهدينا الكرام، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء. ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، كذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة مراعيا البعد الاقتصادي للدولة ومساهما في حل أزمة الإسكان في مصر. خلونا نعرف مشاهدينا تفاصيل أكثر من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة الدولة يعني في هذه الفترة يمكن بتفكر خارج الصندوق ودايما عندها بدائل وحلول بديلة. عملية تقنين أوضاع المخالفات أو من يكون لديهم مخالفات بشكل عام في البناء من العمليات المهمة اللي بتستهدفها الدولة خلال هذه الفترة، كيف تابعت هذا التطور يا فندم؟ أولا احنا بنطمن حالينا وحضرتنا كلهم ان كل من عمل تصالح على مخالفه في منزل هو بناه، سواء بنى عمدان او صب سقف او كل ده، الحمد لله فضل فخامه سياده الرئيس ورئيس دوله الوزراء، نعم الحمد لله ان هو يروح بقى ان شاء الله بعد ما ينزل القانون في الجريده الرسميه هيبدا تطبيق القانون الجديد، ان هو يدفع بقيه فلوسه وياخذ نموذج 10 ويكمل بيته باذن الله. واحيانا لهذه يعني الاماكن ربما او هذه المخالفات ممكن يكون ليها دور في عمليه التنميه، ولكن تقنين اوضاعها اكيد ممكن يعود بالنفع على الدوله المصريه وان يكون مشاركا في عمليه التنميه. يا فندم احنا ماشيين على مبدا الرئيس لازم كل واحد يعيش حياه كريمه. نعم. فلازم نوفر له مسكن يعيش فيه حياه كريمه. عشان كل ما المسكن اولا هيوصل ميه وهيوصل كهرباء. صحيح. واذا كان طبعا من ضمن القرى اللي دخلت فيها حياه كريمه هيوصل غاز وهيوصل كل الايه والنت والحاجات دي كلها. نعم. فدي من ضمن الحاجات اللي هي هتبقى ان شاء الله من الحضاره من نقل من الريف للمدينه. طيب الدولة المصرية الآن تستهدف أيضا ربما يعني عمل أو بناء مدن بديلة أو مدن ذكية أو مدن كما تسمى مدن الجيل الرابع. هدف هذه المدن خلال الفترة القادمة ودورها أيضا في حلحلة المشكلات الخاصة بالإسكان وما تقوم به الدولة بشكل عام من أجل يعني أن يكون هناك ألا تكون هناك كثافة يعني موجودة في نطاق ضيق. إحنا عندنا طبعا مساحات شاسعة، الدولة المصرية الحقيقة بتوليها اهتمام كبير وهناك توسع في هذا القطاع تحديدا. طبعا موضوع المباني لهذه المشاريع دي طبعا من ايام يعني بقى لها فتره، والحمد لله سياده الرئيس وسع النطاق لهذه المساكن. نعم. عشان كل واحد النهارده ولازم تبصي ان الرئيس يبص بالمجتمع والناحيه الاجتماعيه. فبناء على كده عمل جميع المستويات اللي هو المستوى الاجتماعي منخفض، مستوى اجتماعي متوسط، مستوى اجتماعي فوق المتوسط اعلى من كده، وحط مقاديره والحمد لله في بشرى برضك بكل شاب او كل قادم على الزواج ان هو هيفتحه على اول الشهر كده هينزله كميه كبيره من الشعاب بتاعت المساكن دي للشباب واللي هم الارامل والمطبقين. هي الحقيقه بشرى سعيده طبعا بننزفها الى الشباب من خلال برنامج مصر كل يوم. طيب يا فندم هذه المشروعات التي ستقدم الى الشباب تحديدا شروطها بشكل عام ويعني كيفيه التقديم ليها، طبعا ده خبر مهم يهم طبعا كثير او كثير جدا من الشباب. طبعا هينزل الحاجات دي على النت وهتنزل على بنك الاسكان وهتطرح هذه المساكن وبالمقدمات اللي هي هتنحط والتقسيط طبعا على مدى طويل، والبنك والبنوك هتتدخل فيها اللي هو التمويل العقاري. نعم نعم، شكرا جزيلا سعاده النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، اشكرك جزيل الشكر.